الحفل الكريم متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، تحيتنا تتجدد وانطلاقنا مستمر، شوطا ينتهي وشوطا يبدا بما هو جديد في عاصمه الميادين، لينطلق شوطنا الثامن في هذه اللحظات والذي حمل تحديات الصراع والنزاع ما بين هذه الأسماء الشهيرة والكبيرة، وشوطنا الذي خصص للجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين، والتوقيت الأفضل ما زال مع فزعة من هجن الرياسة ومع الخبير عوض بن مبارك المهيري من سجل التوقيت مقداره 7:23 و9 أجزاء من الثانية، وما زال التوقيت الأفضل مع فزعة ومع أول أشواط المهجنات الأصايل. إذن نسير في هذا الشوط ونتابع مجريات وما حدث وماذا سيحدث في هذا الشوط. نسير مع المركز الأول ومع شاهين من هجن الرياسة، وهناك المضمر المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري من يتقدم على صدارة وقيادة هذا الشوط، بينما المركز الثاني ثاني المراكز وصل من الجانب الآخر وتقدم الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري هو من يتواجد على المركز الثاني، بينما شاهين يأتي على المركز الثالث من حجن العاصفة ويتقدم غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع رابع المراكز شاهين من هجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز السادس سادس المراكز يتحرك في هذه اللحظات هملول من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي يتقدم بالجمايل في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز الثامن وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذا المسار الزعيم من هجن الرياسة مع التضمير عوض بن مبارك المهيري يتحرك في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز الثامن ثامن المراكز هناك من ينطلق على المركز الثامن منازع على اسم الشيخ محمد المربى مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، ثامن المراكز أو تاسع المراكز شاهين من هجن العاصفة مع المضمر قيات الهلالي، والمركز العاشر يأتينا أيضا شاهين من هجن العاصفة والقيات الهلالي أيضا يتواجد في عملية التضمير والتدريب. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط، ولكن عودتنا إلى مقدمة هذا التحدي، عودتنا إلى مركزنا الأول، إلى الصراع والنزاع، إلى التحدي الكبير، إلى هملول من قير إلى المركز الأول وانطلق بالصدارة الأولى من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي في المسار الأول في التحدي الكبير. هنا ينطلق انطلاقة مميزة ورائعة، بينما المركز الثاني يأتينا شاهين من هجن الرياسة ويتقدم محمد العتيق بن زيتون المهيري، أما المركز الثالث يتحرك في هذه اللحظات ويتقدم الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك في التضمير، بينما المركز الرابع شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، والمركز الخامس شاهين من هجن العاصفة مع التضمير قيادة الهلالي، والمركز السادس هنا شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتواجد ايضا وينطلق، والمركز السابع هنا ياتينا ويتقدم الزعيم من هجن الرياسة مع التضمير، ياتي احد المضمرين الخبراء هناك مع المضمر عوض بن مبارك المهيري يتحرك في هذه الحظوظ. بدأ التحدي، بدأ الانطلاق، بدأت القوة والإثارة في هذا التحدي الكبير، ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مقدمة هذا الشوط، إلى هناك هملول
من زال مسيطرا على المركز الأول، ما زال متقدما. هناك ينطلق بالمركز الأول من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، المركز الثاني شاهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري، والمركز الثالث يأتي هناك مع شاهين من هجن الرئاسة ومحمد العتيق بن زيتون. المهيري تحرك وانطلق في هذه اللحظات، وصل الزعيم، وصل الزعيم من هجن الرئاسة. أما هنا عوض بن مبارك المهيري يتحرك في هذه اللحظات، ولكن اشتد الصراع الخبير الظافر المستحيل المجازف. بدأ التحدي الكبير، ولكن المركز الأول الصدارة الأولى مع شاهين. شاهين هملول هملول هملول، شاهين شاهين، التحدي الأخير التحدي الكبير. الله، ثلاثية رئاسية 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 على صدارة هذا الشوط، مع المجازف، مع المستحيل، مع الظافر، الظافر الظافر، المجازف، المجازف والظافر، والمجازف، المجازف على الصدارة مع انطلاقة شاهين من هجن الرئاسة ومحمد العتيق بن زيتون. المهيري لله درك المجازف على هذا الفوز، على هذا الانتصار، على هذا التحدي الكبير، على هذه المشاركة الفعالة التي تتميز في مسائي هذا اليوم. تهانينا إلى هجن الرئاسة، والتهنئة إلى المجازف محمد العتيق بن زيتون. المهيري المركز الثاني هملول من هجن الرئاسة علي بيميل الوهيبي، ثالثا شاهين من هجن الرئاسة راشد محمد السمى المنصوري، رابعا الزعيم من هجن الرئاسة هناك عوض بن مبارك المهيري، وخامسا هملول من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي. ما شاء الله تبارك الرحمن، منافسة جميلة رائعة للغاية، حيث استمرت المنافسة منذ بداية هذا الشوط حتى خط النهاية، وانتصر فيها شاهين من هجن الرئاسة مع المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري، من أعلن هذا التواجد الكبير في هذا المساء الرائع والمتميز والجميل. 7:31 7:31 وبالوفاء والتمام والكمال هو توقيت هنا شاهين من هجن الرئاسة مع محمد العتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني هملول من هجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي. هنا من يأتي مع المركز الثاني 7:32 وستة أجزاء من الثانية هو توقيت المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلنا هنا شاهين من هجن الرئاسة، وصل المضمر راشد بن محمد السم المنصوري من أعلن التواجد الحضور الجميل على المركز الثالث. عطنا المركز الثالث الهواري، هناك توقيت الزمني مع المركز الثالث هو شاهين 7:30 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية لراشد بن محمد السم المنصوري. إذا تهانينا والناموس بمناسبة فوز شاهين إلى هجن الرئاسة، والثانية إلى محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، تأتي الجولة الثالثة في هذا المساء، والجولة الثالثة التي تحمل